الحمد لله والصلاه والسلام على حبيب الله رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تقلقوش مني نحب نقول الليله وانا اه اه يا رمضان رمضان يا اخواني الكرام هو شهر يحقق فينا معدن الوحده الاجتماعيه ويشعر الامه بقوتها لما هذه متفرقه لما هذه تايهه لما هذه تجري وراء الدنيا ما يجمعش بينها جامع لكن فيها مشاهد عندما تجتمع تظهر لها كوامن قوتها واسباب عزها ومن قوه رمضان انه يبدل لنا عاداتنا حتى الفاطر يتلزم باش يقعد على الطاوله واللي عندوش حساب في رمضان واللي عنده حساب في رمضان والأمة تتحول سلوكياتها وتشعر بأنها منتظمة كأنه فما واحد في مخيم تاع كشافة يقول ناس قوموا يقوموا يقول ناس اقعدوا يقعدوا اللي قال لنا قوموا وقعدوا هو ربي اللي خلقنا ونبيه هو اللي جابنا على بعد 14 قرن بيننا وبينه وما زالوا الحمد لله عنده سطوة على نفوسنا وعلى قلوبنا الأمة هذه أخواني الكرام هي أمة قال ربي قوتها في قيمها واجتماعها وحذرنا ربي من أن الأمة هذه تذهب ريحها ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم ولذلك يجوز الأمة هذه باش تختلف أفرادها فيما بينهم أو نجموا احنا عنا عندنا فرق كلامية وعنا مذاهب فقهية مختلفة لكن هؤلاء كانوا يعملون جميعا في نطاق المتفق عليه من كتاب الله وسنة رسوله فما المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يجوز الخلاف فيه هذا يحمينا جميعا في داخل هذا الغشاء الأكبر يجوز الامه باش تختلف فيما بينها شريطه ان تفهم امرين اثنين ان الامه يجب ان تحقق لنفسها وحده المسير وان تتحقق من وحده المصير. احنا امنا احنا امه عندنا غايه واحده ويجب ان يكون منزعنا جميعا في الاتجاه نحو تلك الغايه. نجم نختلف في السبل والطرق ما فيش مانع. نجم نختلف في الاشكال ما فيش مانع. لكن نبقى دائما وابدا مربوطين بالوحده النهائيه الوحده النهائيه هي اقامه شرع الله تعالى فينا الوحده النهائيه هي ان يكون الاسلام سطوة على قلوبنا وعلى مجتمعاتنا الوحدة النهائية فينا أن نعيش بأمر الله تعالى أن نحقق الهناء والاستقرار لنا ولإخواننا من البشر هذه وحدة نهائية ووحدة المسير أن لا يخاصم بعضنا بعضاً يعني اللي نسمعوه الان واحد يقولوا انت بدعي ولا يقولوا انت كافر ولا يقولوا بيك وعليك هذا كلام هزال وسبطان ما فيناش واحد متحقق من هو دخل الجنه والاخرين مش يدخلوا لجهنم انت وفرها عايش خويا اعطي النور لعينيك وفك عليك من غيرك اللي يطمش نقول اخوتي يا اخواني اجعلوا من رمضان اللي وحدنا في المظهر سببا لتوحيد داخلنا توحيد قلوبنا جمعنا على البر والتقوى ألا يصبح بعضنا ياكل لحم بعض ويعتدي على بعض وان لا تدخل فينا اسباب الفرقه التي توهننا وتضعفنا رمضان شهر واحده رمضان شهر جمع لكن الاختلاف في داخله هو اختلاف محمود لان وسائل البر وطرق البر مختلفه متعدده والذي امسك بطريق منها وانتهجه نقولوا له ربي يعينك وربي يتقبل منك مش نقول له كيفي اما تولي لي كيفي انا وان انت كافر وضال اياكم ثم اياكم ان يكفر بعضنا بعضا راو اذا قال المؤمن للمؤمن يا كافر فقد باء بها احدهما وما عندناش الحق باش نكفروا الناس وما عندناش الحق باش نفسقوا الناس اذا كان لنا منكر نغيره وطرق التغيير تقتضي منا ان نصلح ولا نفسد وان نجعل الناس يقبلون على الله تعالى موش يهربوا من طريق ربي وهالتنفير اللي عند بعضنا راجع الى عدم فهمنا للدين او لعدم صبرنا على غيرنا ما يكونش المؤمن عجول حتى لين يولي ما يصبرش على انحراف غيره يجب ان يتوفر فينا القدره على ان ندرك بان القلوب فيها خير وان الصبر عليها هو الذي ينتهي بها الى الهدايه ربي يتقبل مني ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته